السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. القناة المتنوعة اللي غادي تلقاو فيها الفروض، وغادي تلقاو فيها الدروس، وغادي تلقاو كذلك نماذج الامتحانات الإشهادية. مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي ندير معكم فرض من فروض المراقبه المستمره المرحله الثانيه، وهذا غادي يكون نموذج رقم 2 ديال لا غرامير. بالنسبه للنموذج رقم 1 غادي تدخلوا لا ديسكريبسيون، غادي تلقاو مجموعه النماذج ديال اللغه الفرنسيه النشاط العلم الرياضيات. لا غرامير ديال اليوم غادي يكون فيها 4 ديال الاسئله تقريبا في حال النموذج رقم 1، لكن الاسئله مبدلين شي شويه. مرحبا بالمتتبعين ديال المستوى الخامس ابتدائي، هذا الفرض غادي يخصكم، غادي يخص المرحله الثانيه المستوى الخامس الموسم الدراسي 2021 2022 ان شاء الله. اذا نبداو على بركه الله الانجاز ديال التمارين ديالنا. السؤال الاول: انديك لو تيب دو شاك فراز، ديكلاراتيف، انتيروغاتيف، اكسكلاماتيف، امبيراتيف. دونك انا عندي 4 ديال الجمل في هذا الجدول هذا، كل جمله هي نوع من الجمل. يعني هذه الجمله هذه اما غادي تكون ديكلاراتيف، انتيروغاتيف، اكسكلاماتيف، او بيان امبيراتيف. نبداو بالجمله الاولى: كال بيل انيسياتيف، يا لها من مبادره جميله. دونك كال بيل انيسياتيف هي جمله تعجبيه، دونك سي اون فراز اكسكلاماتيف. دونك اكسكلاماتيف ماتيف d'accord, exclamative, hey, does it? Vas-tu à la maison des jeunes? Vas-tu à la maison des jeunes? واش مشيتي لدار الشباب؟ دونك هنايا الجملة فيها لا كيستيون، دونك سي اون فراز انتيروغاتيف، d'accord? انتيروغاتيف. سي اون فراز انتيروغاتيف. هنايا عندنا لي زونفون سون كونتون، الأطفال فرحين ولا فرحانين. دونك هنايا هذه جملة فيها واحد ديكلاراسيون، فيها واحد لانفورماسيون، فيها واحد المعلومة اللي هي بسيطة. دونك هنا جملة إخبارية ديكلاراتيف، ديكلاراتيف، صافي. لا كاتخيام فراز: ايكوت بيان سو بوام سور لاميتيي، اسمع جيدا هذه القصيدة اللي على الصداقة. دونك هذا راه أمر فيها هنا، دونك سي اون فراز اللي هي امبيراتيف، اللي هي أمرية، امبيراتيف، جملة أمرية، صافي، هي جملة أمرية، سي بيان. دونك كال بال انيسياتيف سي اون فراز اكسكلاماتيف. Vas-tu à la maison des jeunes سي اون فراز انتيروغاتيف. Les enfants sont contents déclarative. Écoute bien ce poème sur l'amitié c'est impératif. D'accord. Passons à la deuxième question maintenant. Suivez avec moi. Donc 2. Transforme les phrases déclaratives suivantes en phrases interrogatives. هاد الجمل هادو بجوج بيهم سو سون دي فراز ديكلاراتيف، يعني جمل اخباريه تقريريه، غادي نحولوهم لجمل اللي هما استفهاميه فيهم سؤال، صافي. حنا عارفين بانه كاينين طرق باش نحولو هاد لا فراز من فراز ديكلاراتيف من فراز انتيروغاتيف. لانتوناسيون، زيدو اسكو، لانفيرسيون دو سوجي، داكوغ. دونك بزاف ديال الطرق. دونك هنايا Vous recevez les soins spéciaux. ممكن هنايا سهلة هاد الجملة رجعها انتيروغاتيف، ممكن كتبوها هي نيت هنايا ونديرها لانتيروغاسيون، بوان دانتيروغاسيون، صافي. دونك الغرض من انتيروغاتيف هو انها تكون كتبدا بماجيسكول وتنتهي بوان دانتيروغاسيون، داكوغ. ولكن هنا غندير لانفيرسيون دو سوجي، لانفيرسيون دو سوجي ستادير لو سوجي هنايا غادي نقلبو، غندير recevez-vous Recevez-vous des soins spéciaux, spéciaux, X, point d'interrogation. Encore, c'est une question. La phrase 2, tous les enfants doivent être soignés. Mais on dit est-ce que, on dit est-ce que. Donc, est-ce que tous les enfants doivent être soignés. Doivent être soignés. D'accord? Donc, naya, j'ai une phrase interrogative. Katib dab majuscule, katintay, point d'interrogation. Hadi katib dab majuscule, katintay, point d'interrogation. D'accord? Donc, naya, drna l'inversion de sujet. On a zidna est-ce que. D'accord?
C'est bien. Passons à la troisième question. Suivez avec moi toujours. La troisième question souligne seulement les phrases impératives. Donc, regardez, c'est pas le fait à l'aljumel et au ma impératif. Jumel amriya fi humal amr. Ça fait fi humal amr. Donc, naya, on dit la phrase A. Ce projet de classe est magnifique. Ce projet de classe est magnifique. C'est une phrase, liya. Il y a une phrase, une information déclarative. Il y a des jumelas déclaratives. Donc, mais si jumelas impératives, mais si jumelas amriyah, il y a des jumelas tqraria, ikhbariya. B. Gardons ces vêtements pour les donner à l'association Beiti. Gardons. Khalliou hadl l'hwaij. Donc, c'est une phrase impérative. Impérative. Jumelas amriyah. B. Fiha l'amr. Donc, c'est une comme ça, d'accord, c'est une phrase impérative. Deux jours maintenant, la phrase c'est quelle belle journée, quelle belle journée, donc c'est une phrase exclamative, exclamative, jumla, ça fait jumla, c'est bien. Donc, passons maintenant à la quatrième question et la dernière question. Écris deux phrases exclamatives qui commencent par. Donc, là, غادي نديرو ou bien غادي نكتبو جوج ديال الجمل تعجبية كي بداو بايش كي بداو بهاد les éléments comme ou bien quel. Donc, le بداو comme, comme ce prénom est beau. Comme ce prénom est beau. C'est une phrase, là, exclamative. جملة تعجبية كتبدا بكم كتبدا B majuscule ou t'entends point d'exclamation. Ben là, ma t'ajoute. La deuxième phrase, quel, maintenant, on dirait quel beau souvenir. Souvenir. Quel beau souvenir. Donc, il y a une étiquette d'abord majuscule, que t'entends point d'exclamation. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص فرض من فروض المراقبه المستمره لاكتيفيتي دو لا غرامير Mère, pour le niveau 5e année de l'enseignement primaire, marhala thania, min furud al-muraqaba al-mustamarra, mustawa al-khamis ibtidai, al-musim al-dirasi 2021-2022, الدورة الأولى, و هذا كان كما قلت لكم النموذج رقم 2, l'exemple 2 ديال لا غرامير, اللي باقي ما تفرجش في كاع الفروض اللي ديجا درت في القناة, يدخل لا ديسكريبسيون, غادي يلقى بزاف ديال الروابط, بزاف ديال لي ليان, إن شاء الله غادي يفيدكم, دخلوا ليهم. وغادي تستعدوا معايا في قناة تربوية مع الأستاذ محمد البخاري القناة اللي كنحاول من خلالها نشارك معكم الأفكار ديالي نشارك معكم الفروض الدروس وكذلك نماذج ديال الامتحانات وللإفادة التلميذات والتلاميذ اللي كيعجبهم المحتوى ديال القناة ديالي تربوية مع الأستاذ محمد البخاري بارطاجيو القناة مع الأصدقاء والصديقات ديالهم باش توصل لأكبر عدد من المستفيدين إن شاء الله كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته